يرتقب أن يحل اليوم الأحد دول الجزائر يوسف بلايلي بالأراضي التونسية من أجل ترسيم عودته إلى ناديه السابق الترجي التونسي. ويبدو أن يوسف بلايلي الذي قاطع سفرية ناديه مولودية الجزائر أمس السبت إلى رين الفرنسية لإجراء التربص الصيفي سيغادر بطل الجزائر رسميا قبل سنة عن نهاية عقده بسبب مشاكله مع الإدارة. وكشفت إذاعة موزاييك التونسية نقلا عن مصادرها الخاصة بأن رئيس الترجي سيعود صباح اليوم الأحد إلى تونس بعد أن كان قد سافر لالتزامات مهنية، وذلك من أجل إتمام صفقة يوسف بلايلي، مشيرة إلى أن لاعب الخضر سيصله الدور اليوم غدا الاثنين على أقصى تقدير إلى تونس من أجل اجتماع برئيس الترجي وإنهاء تفاصيل العودة للنادي بعد أن تم أمس السبت التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الأطراف.